في الذكرى الثانية لتحريرها من مسلحي القاعدة. وصل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى المكلا في زيارة هي الخامسة منذ تحريرها، الزيارة التي توضع في إطار عام عنوانه تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، تأخذ بعدا خاصا لما لحضرموت من خصوصية. ووفقا لرئيس الحكومة فالقيادة السياسية تحرص على أن تكون حضرموت نموذجا يحتذى به في التطور والنماء والاستقرار. الزيارة الحكومية التي تهدف وفق وكالة سبأ للاطلاع عن كثب على احتياجات المحافظة والعمل بما يدفع عجلة التنمية شهدت افتتاح رئيس الوزراء لمشروع الإسكان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود والذي يحوي 400 شقة في ربوة خلف، ووضع حجرة الأساس لمشروع بناء مجمع تربوي بواقع 400 شقة، إضافة لمشروع بناء روضة أطفال بتمويل من السلطة المحلية في المحافظة. فيما أكد بن دغر أن الحكومة ستنفذ مشاريع خدمية في جميع مديريات حضرموت، خصوصا في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم والمياه والطرقات. تحتاج الشرعية إذن أن تمضي في شق التنمية والإعمار بجهود لا تقل عن جهود استكمال التحرير في مسار الانتصار. وإذا كانت الزيارة الحكومية للمكلا بوفد ضم 11 وزيرا ومسؤولين خطوة لقيت الترحيب من اليمنيين، فإن رؤية ثمار هذه الزيارات تبقى المعيار النهائي لقياس النجاح في تنمية المناطق المحررة وتأمينها. وذلك شق من المعركة ما تزال إيران تراهن على إفشال الشرعية فيه من خلال تشكيلات ترفض الانضواء تحت لواء الشرعية. فهل تكسب الشرعية المعركة في عمق المناطق المحررة على وقع انتصاراتها في مواجهة ميليشيا الحوثي المتمردة؟